تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس مجلس الوزراء يطلع على مستجدات عمل اللجنة الحكومية المتعلقة بأوضاع الحديدة ويستقبل سفير ألمانيا لدى اليمن. محافظ حضرموت يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا. محافظ حضرموت يدشن المرحلة الأولى لتمويل المشاريع الشبابية لصندوق دعم الشباب لـ60 مشروعا بكلفة الإجمالية 160 مليون ريال. وكيل حضرموت يطلع على برامج منظمة هاد للعون الإنسانية الدولية بالمحافظة. السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة حضرموت الفضائية. اطلع رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك على مستجدات عمل اللجنة الحكومية المتعلقة بشأن متابعة أوضاع محافظة الحديدة، وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس اللجنة على بذل المزيد من الجهود لترتيب الأوضاع الإدارية والمالية في مختلف المرافق الأمنية والصحية والخدمية، التركيز على الجانب الإنساني والإغاثي، مشددا على أهمية رفع مستوى التنسيق والتواصل بين اللجنة الحكومية والوزارات المعنية عبر غرفة عمليات متخصصة في العاصمة المؤقتة عدن لرفع مستوى الأداء. من جهته، استعرض محافظ محافظة الحديدة رئيس اللجنة الحكومية الدكتور الحسن علي طاهر مستوى الإنجاز والعمل وفقا لما توصلت إليه اللجنة من خطط من شأنها تسيير عمل مؤسسات ومرافق الدولة على الأرض، متطرقا إلى آلية سير العمل في القطاعات الخدمية والصحية والإغاثية. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر لبحث المستجدات الجارية على الساحة اليمنية والقضايا المتصلة بعملية التنمية في اليمن. وخلال اللقاء، أشار الدكتور معين إلى مساعي وجهود الحكومة لترتيب الأوضاع المالية والإدارية في مؤسسات ومرافق الدولة من خلال اعتماد جملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التعافي الاقتصادي الجاذب لرؤوس الأموال. وشدد رئيس الوزراء على أن أي جهود تبذل في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يجب أن ترتكز على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا مكتملة بتفاصيلها دون أي تجزئة. بدورها، جددت السفير الألماني التأكيد على دعم بلادها لليمن وحرصها على أمنه واستقراره، مشيدة بدور الحكومة الشرعية وجهودها في الدفع بعملية السلام، مؤكدة أن ألمانيا ستظل تساند الحكومة وتبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى سلام حقيقي في البلاد. رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفرح بادويلان، وتضمنت المذكرة تنظيم محاضرات توعوية وجلسات استماع تعنى بمفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد ومخاطر الفساد المالي والإداري. وعقب التوقيع، أكد المحافظ على أهمية الشراكة المجتمعية لمكافحة الفساد انطلاقا من المسؤولية المجتمعية التي يتحملها الجميع في مكافحته. بدورها، أشادت القاضية أفرح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتعاون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت ومساندتهم لجهود الهيئة، مثمنة أن تتصدر حضرموت بقية المحافظات في مكافحة الفساد. دشن اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية المرحلة الأولى لتمويل 60 مشروعا من المشاريع المقبولة لصندوق دعم الشباب بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون ريال في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية لعدد من الشباب في مختلف مديريات المحافظة. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، سلم محافظ حضرموت شيكات القروض لـ6 مشاريع ضمن المرحلة الأولى استكملت كافة إجراءاتها، بلغت كلفتها 18 مليون و900 ألف ريال. وأعرب المحافظ عن سعادته بتدشين المرحلة الأولى لتمويل المشاريع قائلا أن أمرا مهم وسعيد
أن نرى الحلم الذي بدأناه العام الماضي قد تحول إلى واقع، وقد تحول الشعار إلى خطط وبرنامج عمل ليصل اليوم إلى مرحلة التنفيذ. المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب سلاف عبود الحنشي استعرضت في كلمتها مراحل عمل الصندوق بدءا بالإنشاء وانتهاء باعتماد مشاريع المرحلة الأولى، مقدمة الشكر للمحافظ رئيس مجلس إدارة الصندوق لدعمه ومتابعته المتواصلة لعمل الصندوق. وفي ختام الحفل رعى المحافظ توقيع اتفاقية إنشاء محفظة لدعم الشباب بين صندوق دعم الشباب وبرنامج الريال التمويل التابع لجمعية النهضة بوادي حضرموت للإسهام في توفير فرص عمل للشباب ومشاريع مدرة للدخل وتحسين مستواهم المعيشي واكسابهم مهارات جديدة تتطلبها سوق العمل. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني رئيس لجنة الوفود المهندس مانع بن يمين ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ نجيب حميد للاطلاع على سير منحة وقود محطات الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية. وأشاد المحافظ خلال اللقاء بجهود لجنة الوقود والبرنامج السعودي منذ تدشين المنحة في بناء مدينة المكلا وإسهامها بشكل فعال في استمرار التيار الكهربائي، مقدما خالص الشكر والامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما قدموه من دعم سخي في توفير منحة الوقود لمحطات الكهرباء، متمنيا أن يتم تمديد المنحة واستمرارها للتخفيف عن المواطنين في حضرموت خلال فصل الصيف القادم، مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات لمكتب البرنامج السعودي ومنحة الوقود. من جانبه ما أشاد رئيس لجنة الوقود وممثل البرنامج السعودي بمستوى الالتزام بشروط المنحة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتعاون كافة الجهات المسؤولة في قطاع الكهرباء مع اللجنة والبرنامج السعودي. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير على برامج وأنشطة منظمة هاد للعون الإنسانية الدولية المقدمة للمحافظة. وتعرف الوكيل الكثير خلال لقائه ممثل منظمة هاد للعون الإنسانية الدولية دكتور التيجاني عمر على طبيعة تدخلات المنظمة المتمثلة في دعم الوحدات الصحية، مؤكدا استعداد السلطة المحلية بتقديم مزيد من التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في مناطق وادي حضرموت. من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت دكتور هاني العمودي الترتيبات التي تمت من قبل مكتب الوزارة والجهات ذات الاختصاص لإنجاح مشروع المنظمة في المديريات المستهدفة بوادي حضرموت. تسلمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت دفعة جديدة من السيارات المقدمة من الأشقاء في التحالف العربي، وتشمل هذه الدفعة سيارات ذات دفع رباعي ستخصص لقوات الأمن الخاص وكلية الشرطة بمحافظة حضرموت. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. دعم سعودي جديد من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمكون من مركبات ذات دفع رباعي ضمن الدعم المتواصل لأجهزة الأمن والشرطة بساحل حضرموت لتعزيز الجهود الأمنية والقوات الخاصة. هذه السيارات طبعا سيارات ضخمة وحديثة يشكرون عليها، ستساهم إسهام فعال في تعزيز قدرات وحدات الأمن الخاصة التي يتم تدريبها الآن في الدفعة الخامسة من قبل أشقاء الإماراتيين. طبعا نحن سعداء جدا بهذا الدعم الذي سيكون رافد أساسي في تعزيز القدرات الأمنية لوحدات الأمن الخاصة. هذا الدعم سيخصص لقوات الأمن الخاص وكلية الشرطة بمحافظة حضرموت، والذي سيعزز من الاستقرار وقيام الأجهزة الأمنية بدورها على أكمل وجه وضمن خطة التطوير والبناء للمنظومة الأمنية التي يتبناها الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة. سوف يسهم هذا الدعم في تثبيت الأمن، ويشمل الدعم هذا الخطة التي وضعها التحالف في بناء إدارات الأمن والمراكز الشرطة. يرى مراقبون أن هذا الدعم للجانب الأمني سيعزز من حماية المواطنين والحد من وقوع الجريمة، خاصة بعدما شهدته حضرموت من تدمير للأجهزة والمعسكرات الأمنية على يد التنظيمات الإرهابية. احتفت مؤسسة حضرموت بتخريج 60 شابا في مجال التبريد والتكييف وصيانة الغسالات والمركبات الحديثة ضمن برنامج الحياة عمل بساحل حضرموت،
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دكتور صالح عوض عرم إلى أهمية البرنامج المهني الذي يستهدف التعليم الوسطي لشريحة المجتمع المتسربة من المدارس والعاطلة عن العمل، فيما أكد مدير دائرة التعليم التقني والتدريب المهني المهندس عبد الله مهيري عن جدية المؤسسة في تطوير التعليم التقني بحضرموت عبر تبني عدد من البرامج التأهيلية ودراسة احتياجات السوق المحلية من التخصصات المهنية. من جهتي أعرب مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت دكتور عبد الباقي الحوثري عن شكره لمؤسسة حضرموت على القيام بدورها في تطبيق مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه دعم التعليم التقني والمهني بحضرموت الساحل. إنكم عندما تتخرجوا وتخرجوا للسوق عليكم بالتمسك بجانب القيم، قيم الصدق، الأمانة، الإخلاص، الإتقان. هذه القيم إن استطعتم أن تتمسكوا بها وتتقنوها كان لكم تاج، وسوق العمل سيفتح ذراعيه لكم. بارك الله لكم جميعا في هذا التخرج وهذه المهن، و الميدان هو الذي سيثبت مدى نجاعة هذا البرنامج. ودمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة والسادة، كان هذا آخر خبر في هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس الوزراء يطلع على مستجدات عمل اللجنة الحكومية المتعلقة بأوضاع الحديدة ويستقبل سفير ألمانيا لدى اليمن. محافظ حضرموت يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا. محافظ حضرموت يدشن المرحلة الأولى لتمويل المشاريع الشبابية لصندوق دعم الشباب لـ60 مشروعاً بكلفة الإجمالية 160 مليون ريال. وكيل حضرموت يطلع على برامج منظمة هاد للعون الإنسانية الدولية بالمحافظة. بهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. شكرا على حسن إصغائكم ومتابعتكم. إلى اللقاء.